There we go. There are athletes. 42 kilometers. Good luck, guys. لبنان عم بمر بظروف صعبة واستثنائية والناس اللي بتحب الرئيس حريري كتار واليوم كل الناس عندها الاختيار انها تركض للقضايا يلي بتآمن فيها في مجموعة كبيرة عم تركض لعودة الرئيس حريري شاركت بالماراثون لعودة الرئيس الحريري من الخارج ليكون على أول انطلاقة للماراثون اللي هي كل سنة بيكون أول شخص بيكون قدام كل اللبنانية وعطول إن شاء الله بيكون قدام كل اللبنانية